بقى كان عندها صمام على المخ وهي عندها شهرين، ف ما سألناش فيها يعني، عملناها وقعدنا الدنيا لهتنا لغاية ما بقت عندها 13 سنة. دخل تعبت وديتها التأمين الصحي، عملوا لها عملية، قال لك هنشيل الجهاز ونركب جهاز، عملوا لها عملية وبقت كويسة في التأمين. وبعد كده تعبت، دخلوها رعاية ودخلوها، دخلنا في حوارات تانية بس. وبعد كده سلموها لنا، جبناها هنا وديناها الجمعية وديناها عند كذا دكتور. بس هي دلوقتي المشكلة في عينيها اللي احنا نعالج عليها، يعني الدكاترة اللي احنا رحنا لهم بيقولوا لك العصب البصري دوت ملوش علاج. معايا ورق بكده، معايا تقارير ومعايا ورق بكده وكده. الجمعية بتاعت نور العلوم الجمعية بس اللي ساعدتني، مفيش حد تاني رحت له. هو انا ما روحتش لحد وقلت له عليها، انا روحت الجمعية بس، يعني ناس وصفت لي الجمعية ورحتها ماشي، هم اللي وقفوا معايا. مستشفى من ضمن المستشفيات اللي انا رحتها قال لي في امل ماشي، اللي هي تتعالج في العين، بس عايزين دكتور كبير او اجهزة كانت مش متوفرة عندهم. بس حولوني على القصر، فحولوني للدكتور. الدكتور ده انا ما عرفتش اوصل له. احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نعالج عينيها. اسمي باسم محمود عنتر. من الأول كنت حاسة إن أنا وجعاني وكانت بتحرقني جامد، وبعد كده جيت في الآخر تعبت. رحت عند كذا دكتور، الدكتور قال كل الدكتور قال أنت مش فاكرة حاجة كويسة. كنت من الأول كنت عايزة أقلع الدكتورة، وبعدين لما أنا رجعت المدرسة تاني ما كنتش شايفة. لما مش كتبت على السبورة ما كنت سايبة على السبورة خالص. مش إن أنا هرجع المدرسة تاني، برجع في كل حتة وأتفسح في كل حاجة. أنا كل اللي تعبني هو ما في حاجة تعبني. يا رب تخف، يا رب يشفيني، يا رب يشفي كل مريض. هو احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا ساعدنا هبه في ان احنا عرضناها على دكاتره مخ واعصاب، وطلبوا اشعه عشان يتاكدوا من الحاله وتحاليل. قامت الجمعيه بعمل الاشعه والتحاليل دي، وكمان لما طلبوا ان احنا نعرضها على دكاتره عيون فعلا بالفعل تواصلنا مع مركز العيون، المركز التخصصي للعيون اللي في الخليفه المامون، وكشفوا عليها هناك وقالوا ان البنت العصب البصري بتاعها كويس بس بيحتاج شغل جامد شويه، وده مش يعني مش العلاج الحاله دي مش عنده. فاحنا محتاجين دلوقتي ان احنا نعرض البنت دي على دكاتره عيون كبار متخصصين يبنوا الحاله، لان البنت عندها 14 سنه يعني في مقتبل العمر. Thank you.